بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. نكمل ما تم دراسته في درس وموضوعه الجر بالإضافة. نكمل الدرس في صفحة 111. يقول: هل جاء المضاف إليه في المثال الوارد الأمثلة الواردة في أولا اسما ظاهرا فقط؟ جميعها أتت هنا اسم ظاهر؟ لا، لم تأتي اسم ظاهر، جميعها هنا أتت ضمير متصل. أيضا في المثال لها أتت ضمير متصل، إذا نقول لا، فقد جاء أيضا ضميرا متصلا. أراد منا في الجدول أن نقوم بتقسيمه إلى مضاف إليه اسم ظاهر ومضاف إليه ضمير متصل. وهنا في المضاف إليه قلنا الأرض، الشرب، غازين، العناصر، المستاقين، الجو، والقرى، والثرى. أما في الاسم، أما في المضاف إليه والضمير متصل، اتصل بماذا؟ باسم، هذا اسم اتصل بها الهاء الضمير المتصل. ها، نقول حولها وطعمها، حولها وطعمها. إذن ننتقل إلى صفحة 112. يقول لنا: أستفيد من الأشكال الآتية في تحديد أنواع المضاف إليه. فإذا وصل الماء إلى سطح الأرض، هنا سطح مضاف والأرض مضاف إليه، وبين لنا المضاف إليه ما نوعه، ومفرد، وجاء معرفة أم نكرة؟ جاء معرفة. الأرض معرف بأل، وحالته سطح الأرض، ها، مجرور وعلامة جره الكسرة. انتقل إلى المثال الثاني وقال: إن الماء النقي مركب من اتحاد غازين. اتحاد هو المضاف، وغازين مضاف إليه. ما نوع غازين؟ مفرد أم مثنى أم جمع؟ غازين هي مثنى، وهل هي نكرة أم معرفة؟ نكرة. وحالته الإعرابية دائما المضاف مجرور، إذن مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الياء. ما سبب جره هنا بالياء؟ لأنه مثنى. طيب، ننتقل إلى صفحة 113 ونقول: أصمم شكلا على غرار ما سبق المثالين. يريد منا تصميم مثل المثالين التي تم دراستها الآن. ها، يقول: الأكسجين سيد العناصر، قسمناها. ها، سيد هو المضاف والعناصر هي المضاف إليه، وعلى ما العناصر ما نوعه؟ جمع تكسير. مفرده عنصر، مفرده عنصر. ها، هل أتى معرفة أم نكرة؟ أتى معرفة، إذا جاء معرفة. ها، حالته العناصر، ها، جر. ما هو علامة جره؟ هي الكسرة. ننتقل إلى المثال الذي يليه. يقول: وتجري معها أقذار المستاقين حولها.
هنا أقدار هي مضاف، وحول والمستقيم هي المضاف إليه، وهل هو مفرد أو مثنى أو جمع؟ المضاف إليه هو جمع مذكر سالم، مفردها مستاق. ها، هل هو معرفة أم نكرة؟ جاء هنا معرفة، وعلامة جره الياء، علامة حالته هي الجر، وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. يقول السؤال الرابع: 1، ما علامة إعراب المضاف إليه؟ له علامتان، إما إيه ولا إيه، ها، إما ماذا أو ماذا، إما الكسر أو الياء. الكسر في متى؟ إذا كان مفردا أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم. ومتى يكون بالياء؟ إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم. السؤال الثاني: هل تكون الكسرة ظاهرة أم مقدرة؟ تكون ظاهرة وتكون مقدرة. تكون ظاهرة إذا كانت صحيحة الآخر، وإذا كانت معتلة الآخر تكون مقدرة. ننتقل إلى صفحة 114 في الحصة القادمة إن شاء الله.